والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وما أمنت. أما بعد أيها الإخوة والأخوات فإن القرآن الكريم أكبر من الله على هذه الأمة. القرآن الكريم أكبر من الله على هذه الأمة وقد امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى قومه وأنه أي القرآن الكريم وأنه رفعة وسكنة وفخر لنبي هذه الأمة. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك فإنه لذكر لك ولقومك أي وإنه لشرف وإحسان لك يا محمد لك ولقومك لأن الله أنزل القرآن هداية ونورا وهو خاتم الكتب وهو خاتم الكتب السماوية وأعظمها عند الله الذي نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عبارة القرآن الكريم كلام الله حقيقة القرآن الكريم كلام الله حقيقة أنزله الله رب العزة على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعجزة الباقية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المعجزة التي بقيت المعجزة الباقية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فليس لنبي معجزة باقية وحتى آتت الأنبياء الرسل لتكن معجزة ولكن تبقى أخرى ابقى يعني كتل يبقى أخرى ولكن شيء معجزة حالية موسى لا توجد إلا القرآن الكريم. فليس لنبي معجزة باقية بعد عصره كل نبي غير العصر كانوا ما كانش النبي ما بقاش موجود فليس لنبي معجزة باقية بعد عصره والأوان فالنبي جاء بمعجزات حسية لا تحصى ولا تستسقى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده معجزات كثيرة حسية ترى ولكن معجزة القرآن تفاضل بها هو فقط. هذه المعجزة ليست حسية فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة حسية لا تحصى ولا تستسقى وجاء بالمعجزة البتة أن ترضي بمعجزة القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطى
إليه من الأنبياء إلا قد أعطيهم الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأنا أرجو أن أكون أكثر كارها يوم القيامة. يقول الإسلام ما يبين من الأشياء إلا أقوى من الآيات أي من المعجزات. هذه الأشياء ليه وصلها على أقوى المعجزات ما يبينه أنا أي نصر لا أعلم أنه وإنما كان الذي أوتيته وحدا أو حافظ الله إليه أي القرآن الذي أوتيته أنا أي وحي من الله سبحانه وتعالى والله طوعا، فأنا أرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. يبين مريد الله عز وجل في هذا الحديث أن من سنة الله في الأنبياء جميعا، من سنة الله في الأنبياء جميعا أن يمدهم بالمعجزات. هذه هي الكلمة الأولى. كيف تبعث يوم الله أو النبي الله سبحانه وتعالى يعطي واحد معجزة. Yeah.
التي أعطاها الملكون التي أعطاها الله هي هذا الكتاب الخالي الباقي المحفوظ الباقي والمحفوظ والمحفوظ إلى يوم القيامة فهو القرآن الكريم فلا من أحد ذكره بتأمل وتنبل دون عناد أو حسد أو تكبر إلا عرف أنه كلام الله إذا أخذته بتنبل وتأمل أخذته لأنه كلام بإذن الله سبحانه إلا عرف أنه كلام الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه القرآن لما فيه من أنباء الغيب التي لا تأتي إلا من خارجنا واشتمل عليهم الأحكام والقوانين الإلهية التي تصان بها حقوق الإنسان من دين ونفس ولاهو ونسب وأمن وعقل إلى ذلك نسأل الله أن يرزقنا الرشد يا رب يا محمد صلى الله عليه وسلم
الله أكبر 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 ال